السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا، كثير بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان، داخل الوطن خارج الوطن، أحبابنا في المكان، عيالات رجالة بنات أولاد، نحييهم مبروك عواشركم وأحبابنا في المكان. أهلا وسهلا بكم، احنا في جمعة قيسر اليوم في قليم سطات، اللي ما عرفش قليم سطات كاين في المملكة المغربية. الخيرات هذه تاع الفساق متعدلة. لا لا قلت ثمن ماشي بزاف. سلام سيدي بالك، الله يرحمك. بالك مشروك مع العوينة ولا وحدك؟ أنا والعوينة. مشروكين؟ العوينة ما يكذبش عليا، واخا كذبت عليا حتى هو ما غاديش يكذب عليا. هذا من الفساق قال لي شوهتينا ياك؟ شوهتكم؟ مالي الفدادين ومتابعين القناة الزيتون مرجان. اهلا وسهلا بكم جميعا، السيد سمير من فرنسا اللي تيجيو بالكمبيوترات، والسي سعيد من ايطاليا، احبابنا في اسبانيا في شمال اسبانيا تحياتي ليه، نسيت على سميتو، وبزاف الاسماء اللي ما ذكر سميتو يسامحني، والسي احمد من تطوان حتى هو تحياتي ليه قويه. السي احمد راجل فيه النيو، راجل مخيار، وكانت معنا واحد المعامله بينه وبينه ما تعرفنا ما تنعرفوه، عرف غير قناه زيتوني مرجان، وكانت معامله كبيره، وكان راجل متخم وراجل زين. تنحييه ونحيي كل مشاهد قناه زيتوني مرجان، احبابنا في المكان. ماك سمعتي باش بدا معنا؟ ألف شهر باش بدا؟ لا باش تتبيع بالضبط بالضبط بالعربية بالضبط. ها ماشي ألف ماشي 950 ها؟ شحال؟ 11 1100 1100 55 درهم 5500 فرنك زيد كي الله يسالك منين هاد الخيرات هاد والعوينه كي داير بخير ناشط وقال لي هذا الثمن واش حقيقي ولا لا بشحال نبعتو العوينه وبعنا ب 1150 و 1100 درهم ياك 1100 واخا ما ثقتش فيه سامحني ياسي حيت هادو تنعرفهم يقولوا لي ثمن الحقيقه العوينه والدراري كل شيء ما عندي مرقول انا ما كذبتكش وقلت لك غادي يقول لي الحقيقه العوينه انا عرفتو حيت بقى وشريته هو في هاد الفصه والله يسهل لك الشريف الفصه كاينه في جمعة قيسر وقريب سطات كما قلنا في المملكة المغربية ألف وألف ومليارات الخطرات يقولوا المملكة المغربية ونحييو المشاهدين هم اللي تسهلوا التحية توقعنا الزيتون المرجان نحييهم ونحييهم ما نعياش من تحيات المشاهدين قناة الزيتون المرجان أحبابنا غالين علينا فين ما كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن بشحال تبيعوا هادو؟ 1300 ياك عندكم في البقيه بن صالح معروف الحمد لله الله يعطيكم الخير الله يعطيك الخير وداك اللي تدير لي اللايف تدير لي اللايف ولا تدير لي ابوني 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 وديك الحمد لله عندنا الاحباب كثر زيتوني مرجان زيتوني مرجان قناة الحقيقة بشحال بعتي لا الخير وجد الخير صاحبي لا وقعوا البيار والله تغالية في بلاصتها بشحال
وترى دايره 1100 في بلاصه الكاتب منعود بحال هاد الرفيعه هادي رفيعتك هاد فصار رفيع هذيك ما حيت هذا مثلا صاحبنا هاد الفصاره حتى هي كاين الفرق بين هذيك مولات 1100 والفرق تاع هذه كاين الفرق في اللون وفي الجوده هادشي اللي تتشوفوا معنا احبابنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن هاد الفصه هنا في جامعة كيسر هادي ما نهضروش عليها هاد الفصه ماشي كاين اي حاجه فيها الجوده تاعها فيها هذاك الشيء مختلف من ناحيه راه تعرفوه اي مشاهد يعرف الجوده في كل حاجه واخا يشريها خيزو ولا مطيشه ولا البصله في الجوده تاعها كله والثمن تاعو كله وحاجته كله باش نتفاهموا مع كل مشاهد تنجيبوا لك الحقيقه راه ماشي تنجيبوا لك الصوره وتعرفون الناس اصحاب المهنات واللي يديروا في المهنات جميع الفيديوهات واللي تسجلوا المشاهد راه ما تنجيبوش غير الصوره غنجيبوا لك الصوره والحقيقه راه كيما تنديروا الفيديو تنعطيو تتشوفوا اي مشاهد نوريوه ليه كيفاش الحقيقه تاعتو والمعقول وتعرفون الناس في المهنات ويعرفون الناس واش نقولوا الحقيقه ولا تنكذبوا في هذاك نجيبوا لهم غير الصوره راه تنجيبوا لك الحقيقه باش تعرفها باش تعرفها حقيقه بحال حتى كاين في الميدان ماشي غير انا بحال حتى حاضر واللي هما في الحريفيه تعرفوا جميع الحريفيه في كل حاجه واش في المواشي واش في الخضار واش في اللحوم واش في هاد العلف واش في هاد التمن واش في هاد الفساق وراه جميع راه حنا حريفيه في هادشي ماشي غير تنوضو تنعاودو لك الهضره الخاويه ولا التصويره نجيبوها لك هذا 95 فرانك 19 ريال باش فاتو 19 هادي ماشي سميميكا سميميكا تيكون عندو هاد الخيرات هنايا في جامعة كيسر وسطات راجل ديما مقوم هادشي الله يسهل عليه تادلاوي وين السب اقول لك السب واش انت من الخميس بني شكدان ولا من زيدو لا من الخميس بني شكدان هاد الرجل راه ديما تيكون هنايا الشاب ياك يقول لك الشاب ماشي الزهب الله يسهل عليك الضحكه معاك الله يسهل عليك شحال بعتوا هاد الشمندر رشيد خويا 16 ريال باش تبيعوا وهاد الدار شحال عاون على 21 هاد الكريجه 19 انا كانت السلعه الله يسهل عليك السي رشيد ياك بخير خويا والسعديه قال لك لا خاصك تعرف والسعديه نعم عنده التليفون ما دايرش باغي يبان وباغي يدير باغي يتفطح علينا ياك والسعديه شنو التليفون اصاحبي تمر قول لي صادق شحال بعتوا النخالة اليوم؟ 18 و60 ياك هاد الزرقاء وهاد الشمندر والنخالة كيفاش تزاد تلقى السوق تزاد الناس بدات كتعلف بدات تتعلف بدا دابا طالعات بشحال الشمندر الصباح هادشي؟ 36 الكيلو 66 الكيلو والسكالي تاع سموني والخبز بشحال باقي هاد 44 هاد الراجل تيقولوا لنا الحقيقه باش تنجيو عندهم هنا في جمعه كيسر في قليب سطات ها انا سعود سعدي ها انا صورتكم ها انا ود سعدي سيدي ها انا سيدي اي واش عبدو دابا بدلتي غادي كلشي يبان لك واضح دابا غادي يبان لك كلشي واضح صافي تفهمنا او كونيكسيو عندك كاينه راه النمره اللي عندي راه هي اللي كاينه في الواتساب عيط لي الواتساب واتساب عيط ايوا عندك تنسى كرتي لي الخبز ما عقلتش شحال قلتي لي
45 باقي في بلاصتو الخبز نقص او باقي في بلاصتو؟ باقي زاكي في السوق تاعو. النخاله اللي تزادت النخاله 1900 بحال تزادت 120 في الخيشه 6 دراهم. هذا هو على حساب العلف كما قال لنا خويا، على حساب العلف بدا دابا بنادم يعلف بدا تتزاد. شحال كنت انت تزادت فيها؟ جوج دريال. هذا 66 لك 64 غلايه. هذا 64 قلت لي بحال هذاك تاع هذيك المقرش الفول والتخليطه تزادت فيها حتى هي. الله يسهل عليك. سبعمية وخمسين من شجاع وربي.